بنكمل الموسم ده وعينينا على ثلاثية فريدة من نوعها لأول مرة إن شاء الله هتحصل في نادي القرن وكمان في قارة أفريقيا كلها. إن شاء الله السنة دي الأهلي يكون بطل أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي لأول مرة في التاريخ. عشان نعمل ده لازم يكون عندنا عمق كبير جدا في القائمة. إحنا دلوقتي عندنا ضغط ماتشات كبير جدا وعندنا غيابات كتير جدا، وفي وسط ضغط الماتشات ده وفي وسط الغيابات دي بنحقق نتائج كبيرة. النادي الأهلي لحد دلوقتي ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا في كل البطولات، لسه واخد برونزية العالم للمرة الثانية على التوالي، ومع ذلك في الدوري كمان بيكسب ثلاثات واربعات وخمسة واحدة بس لحد دلوقتي، إن شاء الله لسه في ستة هكون الدور الثاني. دلوقتي بقى عندك مرونة تكتيكية كبيرة جدا، ومستر بيتسو موسيماني بيقدر أو بيحاول على قد ما يقدر يستغل كل العناصر اللي عنده. القائمة دلوقتي ما شاء الله يعني فيها عمق كبير جدا، لسه كنا بنتكلم على الغيابات الكتير، لكن وانت بتتفرج على النادي الأهلي ما تحسش خالص ان انت عندك غيابات. لو جينا نتكلم على الأسامي اللي غايبة، أسامي كبيرة جدا، تقريبا فرقة كاملة بتغيب عنك وانت مش حاسس بكل ده عشان القائمة فيها عمق كبير. وسط العمق ده في مرونة تكتيكية كمان، مستر بيتسو موسيماني اتكلم عليها، خلينا نشوفه قال ايه ونرجع مرة تانية. بقول لك آخر ماتش لعبناه في الدوري مع المقاصة لعبنا بنفس الطريقة دي وسجلنا أربعة أجوان. And today we played the system score four goals. وسجلنا لعبنا 4-2-3-1 وسجلنا أربعة أجوان برضه. Yes, the last match against Sundowns we played a little bit different. وطبعا قدام Sundowns لعبنا بطريقة مختلفة شوية. You have your midfield right. Against Sundowns. وسط الملعب. Because they've got small passes inside. عشان بيعمل اختراقات من وسطينا. لا باصات بينيه. And our problem against Sundowns was a goal. كانت مشكلتنا قدام Sundowns بس ان احنا ما سجلناش هدف. Only the goal. الهدف كان ناقصنا الجون بس. الحمد لله tonight we got the goals. الحمد لله النهارده جبنا اهداف. And I'm happy for our players to give our supporters hope, to keep them going, to give them hope that we show that we are hurt and we are angry about the last match. مبسوط جدا من لعيبه البنات للجماهير، اديتهم امل واديتهم قد ايه ان احنا قد ايه منفعلين ومتضايقين من ادائنا في نتيجه الماتش الاخير يعني. And our supporters deserve this. وجماهير تستاهل اداء كويس. This is how to apologize to your supporters. ده النهارده النتيجه دي طبعا اعتذار منا، ده الاسلوب اللي احنا بنعتذر بيه لجماهيرنا. وزي ما شفنا مستر بيتسو موسيماني هو بيتكلم على العمق وعلى المرونه التكتيكيه اللي في فريقنا دلوقتي، بنشوفه بيلعب ساعات 4-2-3-1 4-3-3 كمان 3-4-3، كل دوت بيقدر ينفذه عشان عنده لعيبه رجاله ولعيبه قد المسؤوليه ولعيبه على كواليتي عالي جدا. بنشوف مثلا محمد شريف بيرجع للتسجيل مره تانية، وكمان قفشه بيتالق، وحسين الشحات بيسجل لمباراتين على التوالي في مسابقه الدوري، ومع ذلك يعني بنشوف ساعات ناس مش عاجبها الاداء وناس بتتكلم على اللعيبه وبتهاجمها بشكل كبير جدا. يعني بنتمنى ان شاء الله الموسم ده يعني الامور تهدى شويه، لان احنا في موسم تاريخي، خليكم فاكرين الكلام ده كويس، ان شاء الله الموسم ده تاريخي، بطل افريقيا للسنه الثالثه على التوالي لاول مره بتحصل في التاريخ، رغم شويه العصلجه اللي حصلت في بدايه مرحله المجموعات، لكن ان شاء الله النادي الاهلي دايما هو الدي ان اي بتاعه بيعرف يتعامل مع الحاجات دي. في الاوقات الصعبه دايما بتشوف رد فعل غريب من النادي الاهلي، ده اللي عارفينه طوال تاريخنا مع الفريق العظيم ده. بنتكلم دايما برضو على اللعيبه اللي عندنا زي مثلا محمد عبد المنعم، بنشوفه دلوقتي واحد من افضل المدافعين الموجودين جوه قاره افريقيا ما شاء الله عليه، جه من الاعاره اللي كانت في فيوتشر وانضم على طول مع الفريق، وما حسيناش ان هو كان غايب ولا كان بعيد عن الفريق، كانه بيلعب معانا بقاله سنين طويله. حسين الشحات كان عنده رساله مهمه جدا لكل جماهير النادي الاهلي، تعالوا نشوفها ونرجع مره ثانيه. والله طبعا يعني بنقول لهم شكرا ان انتوا في ظهرنا، شكرا ان انتوا دايما بتدعموا اللعيبه كلها، فدي حاجه كويسه، وبنقول لكم ان شاء الله اللي جاي احسن، وبنوعدكم ان احنا ان شاء الله باذن الله هنصعد، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق البطوله ان شاء الله عشان خاطر نديكم الثالثه ان شاء الله باذن الله على التوالي. وقبل ما نختم خلينا نروح لسؤال حلقه النهارده، سؤال حلقتنا النهارده عن واحد مدفعجي من نجوم التسعينات، النجم ده بدا مسيرته في النادي الاهلي وهو جنب نجوم كبار جدا زي ايمن شوقي ومحمد رمضان في بدايه مشواره، وختمه مع هشام حنفي وياسر ريان ووليد صلاح الدين. النجم الكبير ده اتدرب مع هولمان والان هاريس وتوج بالدوري اربع مرات، وسجل كمان في اول فوز بسداسيه على الاسماعيلي في استاد الاسماعيليه، طبعا دي اتكررت كتير بعد كده، يا ترى مين هو النجم ده؟ وقبل ما نختم عايزين كمان نبص شويه على التعليقات بتاعه سؤال الحلقه اللي فاتت، سؤال الحلقه اللي فاتت طبعا كان عن نجمنا الكبير جيلبرتو،
طبعا معظم الاجابات كانت صحيحه، لكن كان في اجابات غريبه خلونا نبص عليها كده بصه، مش عارف يعني قالوا ازاي مش جيلبرتو. يعني كل الناس بتقول جيلبرتو طبعا، والغزال جيلبرتو ونجمنا جيلبرتو، لكن عصام سلطان قال وائل جمعه. مش عارف يعني استاذ عصام قال وائل جمعه ازاي، يعني احنا بنقول محترف. وانا عبده بيقول ممكن نمشيها رمزي صالح، برضو مش عارف بناء على ايه، لكن برضو رجع وقال ان الاجابه الصحيحه هي جيلبرتو. وعبد المهدي شرف بيقول الاخ اللي بيكتب سعيد سومبري لسه ما جاش ولا ايه، لعل المانع خير. طبعا ده تعليق معتاد، دايما ناس بتخش في كل الاجابات بتقول سعيد سومبري، لكن الحمد لله هو ما طلعش المره دي، فالناس بتسال عليه يا ترى هو فين. معظم التعليقات جت بتتكلم عن جيلبرتو، لكن ابو احمد علي بيقول احمد عبد الظاهر مش المهاجم ده كان مدافع، مش عارف برضه يعني هو جابها ازاي. لكن بقى احمد عماد راح لحته تانيه خالص وبيقول لنا هو 19 هو ولدنا قفشه، مش عارف هو يقصد بيها ايه دلوقتي واحنا بنتكلم على جيلبرتو. دي كانت حلقتنا النهارده، وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي وحلقه جديده، ويلا يا اهلي.